كل التحية للأجهزة الأمنية الواعية التي تمكنت برغم من حرب الشائعات التي تطلق دائما بأن محمود عزت خارج البلاد، تمكنت من ضبطه داخل إحدى الشقق بالتجمع الخامس. متخيل سيادة اللواء أن كيف سارت الأمور وكيف تم تحديد موقع محمود عزت بالرغم من الترويج الدائم أنه خارج البلاد؟ شوفي يا أستاذة منا، أولا النهاردة يوم الجمعة، والنهاردة اليوم التاسع من شهر محرم، فالنهاردة إحنا بنحتفل بالأيام الطيبة، يوم الجمعة ويوم 9 محرم اللي بيصوم فيها المسلمين 9 و10 و11 بمناسبة عاشوراء. والنهاردة هذا الاحتفال زاد احتفالا بالقبض على المؤسس لتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين، التنظيم العسكري في الإحياء الثاني لجماعة الإخوان، هو ده الأساس والقائد الأساسي والأهم في عصابة الإخوان الإرهابية. فده يوم سعيد فعلا بضبط هذا الإرهابي الخطير الذي هو العقل المفكر في الإرهاب. يعني هم كانوا أخطر اثنين لهذا التنظيم، هو وخيرت الشاطر. خيرت الشاطر كالرجل المالي أو العقل المدبر لتكوين الأموال لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت هو المتولي الجناح العسكري أو الجناح المسلح لجماعة الإخوان، وهو يميل إلى العنف ويميل إلى التصفية، وهو وراء كل الأحداث التي تمت في الفترة من 30 يونيو حتى الآن.